جو تروف حاجة بهيمة ياسر كونه أن جون دو 20 عام تحطم له حياته معناها عام حبس فهمتني جوست على خاطر سيجارو وليلة بن علي تعرف الليفتين قاعدة في السعودية هيكشا وتجي تقولولنا تملكوا علينا وتقولولنا رجاع بن علي ليس من أولوية تفو عليكم وعلى جيبكم. Thank you.
فينيكس رابر من باب جديد وصاحب القولة الشهيرة يا ولا حال تونس خضرة مش خوفاتها بالشعب البطل والحمد لله.